سنة جديدة وأبل بتعرض عن الموبايلين الجداد للسنة دي وهما الآيفون 7 والآيفون 7 بلس. في الفيديو ده هستعرض أكتر 5 أسباب تخليك تشتري واحد من الموبايلين دول. يلا بينا. لأول مرة في تاريخ أبل في الموبايلات، بغض النظر عن الأبل واتش، الآيفون 7 وال7 بلس بيجوا بـ IP67 Water and Dust Resistant. طيب ده يعني إيه أو هيفيدني في إيه؟ ده يعني إنك تقدر تنزل بالموبايل حمام السباحة لمدة 30 دقيقة من غير ما الموبايل يحصل له حاجة، او تقدر تعرضه لرملة البحر برضو من غير ما يحصل له حاجة. تاني حاجة تخليك تشتري ايفون 7 او 7 بلس هي الكاميرا. هنبدأ في الاول بالحاجات الموجودة في الموبايلين، في كاميرا ال 7 وال 7 بلس، بعد كده هقول لكم الاوبشنز الزيادة او الفيتشرز الزيادة الموجودة في ال 7 بلس. نبدأ بالحاجات الموجودة في الموبايلين. اول حاجة هي كاميرا 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة واخيرا f1.8. طيب دي هتفيدك في ايه؟ هتفيدك في اللو لايت بطريقة فعالة جدا. كل ما كبرت العدسة كل ما قل الرقم بتاع ال 1.8 1.7 او 1.9 زي ما كان زمان، كل ما نور اكتر بيدخل لعدسة الكاميرا، فده بيعني ان الصورة بتبقى افضل وخصوصا في اللو لايت زي ما قلت لكم. اوبشن جديد حطوه في الكاميرا الخلفية بتاعت الايفون 7 وهي Optical Image Stabilization. دي كانت موجودة في الايفون 6S بلس بس ما كانتش موجودة في الايفون 6S. في ال 7 خلوا الاوبتيكال ايمج ستابلايزيشن، ودي معناها ان لما الموبايل بيتهز هزه بسيطه وانت بتصور الصوره، ده مش بيأثر تماما على نقاء الصوره او على الفوكس او كده، عشان جوه العدسه نفسها حاجه هاردوير بتتحرك مع الهزه اللي انت هزتها، فبالتالي الصوره بتطلع ثابته، مش حاجه سوفت وير، حاجه في الهاردوير نفسه. خاصيه جديده في الايفون 7 بلس هي الدول كاميرا، شبيهة قوي بكاميرا ال LG G5 لو حد فيكو عارف او استخدمها قبل كده، بس فيها شوية فيتشرز احلى بكتير قوي. طيب انا هستفاد منها ايه دول كاميرا؟ ما انا ممكن اصور واحدة منهم. كلامك صح، بس الفكرة ان الدول كاميرا دي هتساعدك بانك بدل ما تعمل كروب زوم او كأنك صورت صورة وتعمل بنش او تعمل بصبعك عشان تزوم، الكاميرا دي هتساعدك بانك تاخد صورة بالنقاء الطبيعي من غير ما تحتاج تعمل زوم. بمعنى ان العدسة الاولانية وايد انجل، يعني لو انت ماسك الموبايل كده ايدي هتبان من هنا لهنا، لكن العدسة التانية تالي فوتو، يعني الزوم ده اكتر لقدام، فانت لو ماسك نفس الموبايل من نفس البعد بدل ما انت شايف ايدي كده لا هتشوفها ايدي كده، فده يعني ان هتقدر تعمل زوم في الصور من غير ما تخسر كواليتي او شاربنس في الصور، ودي حركة كويسة جدا، وعلى كلام ابل انها 4 مرات احسن من انك تاخد صورة وبعد كده تعمل فيها زوم بعد كده. وبرضو على ذكر الكاميرتين بتاع الايفون 7 بلس، حطوا فيتشر تحفة من وجهة نظري، هي فعلا فيتشر تحفة، وهي فيتشر شبيهة قوي بحاجة انتوا شايفينها دلوقتي في الكاميرا. حاليا لو انا قربت من الكاميرا كده انتوا شايفين زي الخلفية بليرد او عليها زي نغبشة خفيفة شكلها حلو. نفس الكلام ده حصل في الكاميرا الايفون 7 بلس بالدول كاميرز اللي حطوه. ده بيحصل عن طريق ان العدسه التالي فوتو اللي هي زومد ان بتركز على الشخص او الشيء اللي بيتصور، والعدسه الثانيه اللي هي الوايد بتركز اكتر على الخلفيه وانها تجيب معلومات عن الخلفيه، وعن طريق بروسيسنج بيحصل ان ريل تايم في نفس اللحظه بتقدر تشوف الصوره اللي انت بتصورها بالدبث اوف فيلد، حاجه مش موجوده في كاميرات اقل من 700 و800 دولار قدروا يحطوها كفيتشر في موبايل بسعره اقل من 650 دولار. فعلا حركه كويسه جدا من ابل هما عملوا دي. خاصيه جديده وحلوه جدا في الايفون 7 وال7 بلس وهي السبيكرز. من فتره طويله لو حد فيكم كان متابع موبايلات HTC وخصوصا HTC One M7 كان في دول سبيكرز فرونت فيسنج. ابل اخيرا سرقت الفكره وحطيتها في الايفون 7 و7 بلس. انا مش هقدر اقول لكم السماعات دي فعلا سماعات كويسه ولا اي كلام لغايه لما اجربها، فلغايه لما اجربها اعمل لكم فيديو تفصيلي عنها. اتاكدوا ان انتوا تشتركوا في القناه عن طريق زر السبسكرايب عشان ما تفوتكوش الفيديوهات الجايه بعد كده. كالعاده زي كل سنه ابل بيضعفوا البرفورمانس بتاع اجهزتهم، بمعنى ان الايفون 7 و7 بلس بيجوا بال A10 شيب اللي هتعمل ضعف الاداء بالمقارنه بالايفون 6S و120 ضعف الاداء بالمقارنه بالايفون 3G اللي هو اول موبايل ابل تعرضه. انا مش مصدق الكلام ده عشان كالعاده ابل دايما تبالغ في الارقام. الايفون اصلا سريع جدا، فلما انت تسرعه زياده دي فعلا مش فيتشر تخليك تشتريه، بس انا حطيتها ضمن الفيديو ده عشان هي حاجه شكلها حلو. النقطه اللي جايه بعد كده بصراحه انا مش عارف اقرر اذا كانت هي فعلا نقطه ايجابيه ولا سلبيه.
وهي ان ابل شالت مكان الاير فونز اللي هو ال 3.5 مليمتر اللي بتدخل فيه سماعات الودان الطبيعيه اللي عند اي واحد. على كلام ابل ان الناس بتستخدم السماعات دي بقى لهم اكتر من 110 سنه، وجابوا صوره من كورونا اللي فاتت اللي كانوا اخترعوا فيها السلك ده. ابل قالت ان هي محتاجه المساحه دي عشان تحط هابتك فيدباك اللي هي زي فايبريشن بس طوروه قوي، محتاجينه عشان يطوروا بطاريه، محتاجينه عشان يعملوا حاجات كتير قوي. وفعلا لو انت بصيت على حجم 3.5 مليمتر بالنسبه لحجم الايفون هو فعلا بياخد مساحه كبيره جدا. انا مش عارف اقرر اذا كانت هي فيتشر حلوه ولا وحشه، عشان معظم السماعات القويه مثلا زي السماعات دي هي شغاله ب 3.5 مليمتر، ودي سماعات مش رخيصه. فعشان ابدا ان انا اجيب سماعات جديده بتدعم اللايتنينج بورت بتاعت ابل مش هتبقى رخيصه، ومش اي حد هيكون متعود عليه. ابل ساعدت في كده وزودت الناس بالسماعات الطبيعيه بتاعتهم بدل ما بال 3.5 مليمتر بقت باللايتنينج بورت، وبرده حطت كونكتر مع كل ايفون انك تقدر تحول من ال 3.5 الطبيعي لللايتنينج بتاع الايفون الجديد. دول كانوا خمس اسباب تخليك تشتري ايفون 7 او 7 بلس. لو عايز خمس اسباب تخليك ما تشتريش الايفون 7 او 7 بلس، دوس على زرار الاي اللي فوق على اليمين، هتلاقي في فيديو هناك. شكرا شفت الفيديو، دوس لايك عشان ده بيساعدني، وشارك الفيديو ده مع اي حد متحمس لايفون الجديد زي ما انا متحمس كده، واشترك في القناه لو انت اول مره تشوفني من خلال زر السبسكرايب زي ما قلت لكم في نص الفيديو. شكرا شفت الفيديو لغايه اخره، اشوفكم في الفيديو اللي جاي.